بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب بيجن ولا لاكس، معكم عبد المجيب. اليوم راح اتكلم عن اليوم ان شاء الله بارز بسيط جدا بس مهم جدا بنفس الوقت. اليوم راح اتكلم عن اداره المستخدمين على توزيعات لينكس منت. طبعا في توزيعات ثانيه تحمل نفس طريقه الاداره، اذا كان عندك نفس برنامج الاداره هذا ممكن تتابع، تمام، او اذا كان عندك نفس الواجهه، غالبا الواجهه نفس الفكره. عموما درس اليوم ليش موضوعه او ليش بالاصح نحتاج اداره المستخدمين، تحتاج من اكثر من سبب. اللي اتذكرهم اللي هو الاول، لو كان عندك مثلا كمبيوتر مشترك اكثر من شخص يستخدم نفس الجهاز. الحاجه الثانيه قد تحتاج انك تجرب على المستخدم هذا حاجه وجرب على هذا حاجه. الحاجه الثالثه انك في تصاريح معينه ممكن تعدل للمستخدمين انه تمنع من استخدام الشغله هذه، تسمح له باستخدام الشغله هذه. ايضا في بيانات معينه ممكن تعدلها. الموضوع جدا جدا بسيط، خاصه انه في لينكس مينت عندنا واجهه رسوميه للتعديل. شلون نقدر نعدل؟ طيب بكل بساطة تمسك الوجه هذا وتقول بوها تحطه هنا، اوكي، ثم نروح هنا نكتب يوزرز اللي هو يوزرز اند جروبز، ممكن يكون بالعربي اللي هو المستخدمين والمجموعات، ماشي. عموما هذا هو الشعار، سواء كنت تستخدم واجهة ماتي او سينمن موجود هذا البرنامج. طيب نفتح البرنامج الان. هذا هو البرنامج بكل بساطة. البرنامج ما في اي حاجة سوى انه واجهة بسيطة فيها المستخدمين اللي انت ضفتهم هنا. طيب خلونا نبدأ من الجهة اليسرى بحيث اننا نشيك على كل حاجة. عندك اول شيء زر اد او اضافة اذا كان عندك الواجهة العربية، طبعا راح اقول كذا او كذا عشان التعريف. طيب اد او اضافة، نضغط على اد بحيث ان تضيف مستخدم جديد. طيب هنا راح يطلب منك الرقم السري لك، لازم تحط رقم سري. طيب نعطيه الرقم السري. الان راح يقول لك ادخل اسم المستخدم، ماشي. هنا ممكن نكتب اسم المستخدم طويل قصير، حروف كبيره حروف صغيره، عادي ما في مشكله. هنا اسم مستخدم. طيب هنا ممكن نكتب اسم المستخدم محمد مثلا، محمد علي، ها محمد علي قلاي. طيب لاحظ انه هنا تلقائيا هو سوالك اسم مستخدم، زي ما انتم شايفين كل ما تزيد يولف لك اسم مستخدم هو. طيب احنا راح ممكن نعدل الاسم بالشكل هذا، او ممكن اضغط على السهم هذا تشوف اللي هن الاسماء اللي ممكن يقترحهن لك. طيب احنا ممكن نمسح هذه ونختار الاسم بالشكل هذا. طيب هنا في حاجات معينه لازم تعرفها، انه اسم المستخدم لازم ما يكون لازم يكون في حروف صغيره، حروف كبيره ما غير مسموح، غير مسموح بالارقام اذا كانت في البدايه اعتقد، وغير مسموح ايضا بالرموز هذه. طيب نضغط اوكي الان عشان نضيف المستخدم. كيف نقدر ندير المستخدم بعد الاضافه؟ الان لاحظ تلقائيا انه اعطاك شاشه للباسورد، قال لك حط مستخدم حط باسورد المستخدم. الحمايه في جنو لينكس تعتمد على الباسورد، ما في باسورد يعتبر نفسك ما في غير محمي، لذلك لازم تحط باسورد. طيب نحط له باسورد مثلا من 1 إلى 6، ماشي، او ممكن تختار هذه اللي هي باسورد عشوائي. لو ضغطت هنا راح يطلق لك باسورد عشوائي، ممكن تضغط على جنريت يختار لك باسوردات عشوائيه، لكن صعبه طبعا. خلينا نفترض ان ناخذ الرقم هذا، او ممكن ناخذ الرقم من عندنا بحيث اننا ما ننسى، من 1 إلى 6. طيب نضغط على اوكي. الان تم اضافه المستخدم. ممكن نحذف المستخدم؟ نعم، ممكن اضغط على ديليت ونحذف المستخدم. ديليت راح يقول لك كيب فايلز اللي هي اترك ملفات المستخدم على الجهاز، او ما تمسح الذي خلاص بعدين تتركه، يعني غير رايك والله ما تبي تمسح، او انك ممكن تقول ديليت فايلز بحيث انه يمسح المستخدم ويمسح كل ملفات المستخدم الموجوده على الهوم اللي هو مجلد المنزل الخاص بالمستخدم. طيب احنا ممكن طبعا ما راح نحذف شيء عشان نقدر نشتغل على المستخدم. طيب عندنا هنا مانج جروبس اللي هي اداره المستخدمين، عفوا اداره مجموعات. بشاي بالنسبة لإدارة المجموعات، إيش هي المجموعات؟ المجموعات عبارة عن تنظيم الكمبيوتر بحيث أنك تقدر تسيطر على صلاحيات المستخدمين وهل هم جرة. لذلك ممكن أدخل على مانج جروبز من هنا اللي هي إدارة المستخدمين، عفوا إدارة المجموعات، ثم من هنا راح تشوف اللي هي المجموعات اللي موجودة عندك بالنظام، راح تنجن وتشوف مجموعات كثيرة أنت ما سويتها، عادي جدا هذه مجموعات للنظام. تأكد تماما أنك ما تحذف أي مجموعة للنظام، لأنك إذا حذفت مجموعة نظام قد تواجه مشاكل كبيرة جدا أنت في غنى عنها. طيب ممكن من هنا تعدل المجموعة، لو ضغطت على Properties ممكن تختار المجموعة. زي ما أنتم شايفين هذه مجموعة عبد المجيب. في أيضا مجموعة لمحمد، لو نزلنا تحت ممكن نلقاها بحرف الـ M، محمد. ليش محمد موجود عبد المجيب موجود؟ افتراضيا انت اول ما تنزل مستخدم جديد راح يعطيك اسم مستخدم واسم مجموعه. طيب ليش اسم مجموعه؟ لانك من خلال اسم المجموعه الخاصه بك، اذا انت انشات احمد وسوالك مجموعه اسمها احمد، ما ممكن تجيب الجماعه حقين كلهم وتحطهم بمجموعه احمد بحيث انك انت وهم تاخذون نفس صلاحيات الملفات بحيث انكم تشتركون نفس الصلاحيات. لذلك تلقائيا بجنو يضاف اللي هو اسم المستخدم على اسم المجموعه. طيب احنا ممكن هنا نعدل مثلا على مجموعه عبد المجيب، ممكن نضيف مستخدمين، ممكن نحذف مستخدمين من المجموعه ببساطه، تمام.
ممكن نروح مجموعة الباك أب نشيل منها المستخدمين نضيف مستخدمين إلى آخره. في عندك هنا الجروب اي دي، الجروب اي دي تعديله غير مهم الا في حالات نادره جدا، لذلك يفترض انك ما تعدل الاي دي الخاص بالمجموعه اللي هو المعرف، لانك اذا عدلته راح يكون في مشاكل معينه في بعض الحاجات اذا كان عندك سكريبتات تمشي على ارقام المجموعات. طيب هذا بالنسبه للمجموعات، انت ممكن تضيف مجموعه هنا تسميه ماي فاميلي او عائلتي، ما ادري لا ما يقبل طبعا ماي فاميلي بالشكل هذا طبعا، والضيف اللي هم المستخدمين حقين العائله الجميله اوكي تمام. لاحظ انه فيه حروف غير مقبوله اللي هي اللي قلنا عنها قبل شوي، حروف كبيره رموز مسافات وحاجات زي هذه. طيب معناته انت راح تمسح الحرف الكبير تحط سمول تضغط اوكي. الان اضفنا مجموعه اسمها ماي فاميلي واضفنا لها المستخدمين الاثنين هذولا تمام، بحيث ان المستخدمين هذولا يكون لهم مجموعه خاصه بهم اسمه ماي فاميلي. طيب مسكر، هذا كل اللي علينا بالمجموعة. طيب اللي حاب يعرف أكثر عن المجموعات والمستخدمين في رابط تحت، لكن أنت حاليا غير مطلوب منك بالدرس هذا تعرف إلا الأشياء أتكلم عنها هذه. أوكي في عندنا حاجات ثانية، لو ضغطت على اسم المستخدم هذا وضغطت على طيب زي ما شايف هنا تشينج عفوا أبي شاهي، من هنا تختار الفول نيم الخاص بالمستخدم وتعدله من محمد علي مثلا إلى محمد محمد أحمد تمام، اضغط على اوكي. هذا اسم العرض الخاص بالمستخدم. طيب خلصنا اسم العرض. هنا في اليوزر تايب الاكونت تايب اللي هو نوع الحساب، لو ضغطنا على تشينج لاحظ انه في اكثر من حاجه، في كاستم. كاستم ليش؟ لانه احنا اساسا عدلنا قبل شوي على المستخدم واضفناه على مجموعه ما ادري ايش، لذلك حطه على كاستم اللي هي مخصصه. في عندك ادمنستريتور اللي هو اداري، وفي عندك ديسكتوب يوزر اللي هو مستخدم عادي تمام. ممكن نترك المستخدم هذا على ديسكتوب يوزر اذا كان اخوك صغير فما تبي يلعب بالجهاز، ممكن تحط له ديسكتوب يوزر اوكي. طيب راح يطلب منك الباسورد، راح تعطي الباسورد حق الجهاز ماشي ماشي اوكي. لاحظ هنا في باسورد، لو ضغطنا على اللي هي الباسورد هنا تشينج راح يقول لك انه طبعا كاتب لك هنا asked on login معناته انه في باسورد تمام. ممكن هنا تغير الباسورد. طيب نحط له باسورد مثلا بالشكل هذا، طبعا هو نفس الباسورد اللي انا تكلمت عنه قبل شوي اللي 1 إلى 6. طيب خلصنا. هنا في ادفانسد سيتنجز اللي هن اعدادات متقدمه او متقدمه ما ادري. هنا في بعض الاعدادات ممكن تسويها، طبعا لو ضغطنا مثلا على المستخدم حقي راح الاحظ انه هنا حطت العنوان الخاص بي تمام. ممكن هنا ايضا تعدل اللي هي صلاحيات المستخدم، طبعا هنا تكتب العنوان وشغلات زي هذه غير مهمه، المهم جدا انك تعرف انه المستخدم هنا في صلاحيات له. طيب خلونا نشوف الصلاحيات اللي ممكن نسويها. ندخل على محمد عشان محمد هو اللي حاطينه في تجارب. طبعا اوكي هذا محمد. طيب هذا محمد، ممكن هنا تكتب العنوان، ممكن هنا تبدا تعدل بالصلاحيات. طيب هنا اكسس اكسترنال ستوريج ديفايسز اوتوماتيكلي، طبعا هذه ممكن انك تعطيه صلاحيه انه يصل للاجهزه الخارجيه المتصله حقت التخزين او ما يتصل، ممكن تشيل الخاصيه هذه بحيث انه خلاص ما يقدر يستخدم لا فلاش ولا هارد ديسك خارجي ولا حاجه من هذه. ايضا هل له حقيقيه باستخدام الطابعات وتحريره ولا لا؟ هنا هل ممكن انه يستخدم الانترنت من خلال المودم ولا لا؟ هنا هل ممكن يستخدم الشبكه ولا لا؟ هل ممكن يشوف اللوجز الخاصات بالمجال بالنظام اللي هي سجلات الاحداث والى اخره تمام. هنا هل ممكن انه يسوي سبيس خاص به بالنظام اللي هو يسمى اليوزر سبيس فايل سيستم تمام او لا تمام. ممكن يستخدم ويرسل فاكسات اذا كنت تستخدم فاكسات. ممكن انه يسوي سسبند وهايبرنيت الجهاز او لا تمام. طيب اللي هي اثبات او تعليق تمام. في عندك هل يستخدم الصوت او ما يستخدم الصوت، هل يستخدم السي دي او لا، يستخدم فلوبي او لا، يستخدم المودم ولا لا، يستخدم سكانر ولا لا. في عندك هنا هل يستخدم التيب، طبعا هنا في اجهزه تيب قديمه جدا ممكن يستخدمها او لا. هنا هل هو حقيقي انه يستخدم اجهزه الفيديو زي كرت الشاشه والحركات هذه ولا لا. هنا هل له حقيقيه انه يستخدم فيرتشوال بوكس ولا لا تمام. في هنا حاجات ثانيه زي تعطيل الحساب او تغيير مجلد الهوم الخاص بالمستخدم. المستخدم عندنا محمد، ممكن نغير المسار من محمد نخليه يستخدم مجلد الهوم نفسه الخاص بعد المجيب مثلا، او ممكن نفتح له مجلد هوم ثاني. بالنسبه للشل، ايش هو الشل اللي يستخدم ممكن يستخدمه المستخدم؟ يفترض انك تتركه على الباش. المجموعه الاساسيه هي محمد، ممكن تغيره الى مجموعه ثانيه بحيث انك تضيفه الى مجموعه ثانيه فيها صلاحيات ثانيه. هنا اليوزر اي دي، مع ملاحظه انه اذا كنت متصل اليوزر اي دي ما راح يتغير، يعني لو انت داخل الحين من محمد وحاب تعدل اليوزر اي دي الخاص بمحمد ما راح تقدر تعدله بسبب انك انت الان متصل بمحمد. طيب
تقريبا الى هنا انتهى درس اليوم. درس اليوم مهم جدا، اتمنى انكم استفدتم من هذا الدرس. في تحت رابط اتكلم عن المستخدمين وادارتهم لكن عن طريق الشل. طبعا انا اشوف انه الفيديو هذا غطى من ناحيه الاداء على هذاك، لكن هناك في تفاصيل معينه ممكن تفيدكم اذا كنتم تستخدمون توزيعات ما فيها البرنامج هذا. اي اسئله اي استفسارات عندكم رابط المنتدى تحت، عندكم وسائل التواصل معي ايضا موجوده تحت. نشوفكم ان شاء الله بدروس جايه وفي امان الله.